عاجل، مصادر عسكرية مصرية تكشف تفاصيل تصريحات إثيوبيا بخصوص تعزيز وحدات عسكرية، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل، تفاصيل اجتماع وزير الدفاع المصري مع وزير الدفاع القبرصي. وعاجل، الرئيس السيسي يصدر توجيهات جديدة في مصر، وهام جدا وبخصوص ملف حساس. هام، مشادات في مجلس النواب المصري بعد اتهامات حول تمويل سد النهضة. وبيان من الإعلام الإخواني الإرهابي معتز مطر، ننشر لحضراتكم التفاصيل. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك، عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، مصادر عسكرية مصرية تكشف تفاصيل تصريحات إثيوبيا بخصوص تعزيز وحدات عسكرية. ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. علق اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القضاء والأركان المصري في حديث لصحيفة RT على تصريحات قائد القوات الجوية الإثيوبية حول تعزيز إثيوبيا وحداتها العسكرية بمحيط سد النهضة. اللواء أركان حرب الشهاوي قال أنها مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، وأنها قفز على الحقائق ومجرد أقوال لا أفعال، والهروب إلى الأمام للتغطية على الأزمات الاقتصادية والحرب الأهلية في إقليم تجري، منوها أنه لا توجد أدنى مقارنة بين الجيش المصري والسوداني والجيش الإثيوبي من جانب آخر. طبعا يعني هيبقى لمؤاخذة يعني في الكلمة مجنون اللي يقارن الجيش المصري بالجيش الإثيوبي، ده طبعا نقعد نضحك عليه من هنا لبكرة أكيد يعني. وصرح بأن الجيش المصري هو الجيش التاسع على مستوى العالم طبقا لتقارير جلوبال فاير باور. ده على فكرة موقع أمريكي، يعني مش من مصلحته أنه يجي على بلد لحساب بلد، أو يعني أنه بمعنى بلدي شوية أنه يطبل لبلد معينة. والقوات الجوية المصرية في المرتبة الثامنة على مستوى العالم، وبها طائرات رافال وهي طائرات الجيل الرابع، وتعمل خارج العمق الحيوي المصري. معنى ايه انها بتعمل خارج العمق الحيوي المصري؟ انها تقدر انها تطلع بره المجال الجوي المصري وتروح يعني اماكن بعيدة معينة، وتقدر تنفذ عمليات معينة ايضا وترجع لارض الوطن سالمة. وقال اللواء أنها لها مدى يصل ل 3700 كيلومتر، وبها ذخائر ضد الكتل الخرسانية والأسطح الصلبة، زي ما ذكرت لحضراتكم في فيديوهات سابقة. الصاروخ اسمه سكالب إي جي، ده يعني صاروخ جبار جدا. وتابع اللواء، قضية المياه بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت، وبذلك كل السيناريوهات متاحة. من جانبه قال اللواء سمير راغب الخبير العسكري في تصريح لصحيفة RT، لم يتحدث أي مسؤول مصري رسمي عن اللجوء للخيار العسكري، ولم يتحدث أي مسؤول عسكري مصري عن السد الإثيوبي أو عن إثيوبيا لفترة قصيرة، بينما نسمع من حين لآخر تصريحات لمسؤولين عسكريين إثيوبيين، وتكون عادة تصريحات للاستهلاك المحلي ولا تتطابق مع الواقع بخصوص تعزيز وحدات القوات الجوية الإثيوبية أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن التعزيز يأتي من سلاح جديد الذي يعني طائرات حديثة أو تطوير تسليح ومعدات المقاتلات الجوية الموجودة، وهذا لم يحدث، فالطائرات الموجودة من الجيل الثالث من الطائرات، ولم يعد سر أن يعرف بيانات الأسلحة والمعدات في أي دولة، وكذلك المناورات العسكرية الكبرى التي تعزز الكفاءة القتالية للمقاتلين والقادة. وصرح اللواء بأنه لم يرصد قيام القوات الجوية الإثيوبية بتمرينات تخصيصية أو عمليات عسكرية خاضتها إثيوبيا بقواتها الجوية. أضاف الأهم من ذلك أن الدفاع على
السدود يتطلب دفاع جوي متطور أكثر من القوات الجوية. وأضاف من غير المنطقي أن يتم الدفاع عن هدف حيوي باستخدام القوات الجوية إلا في حالة التوتر الشديد ووجود إنذار بعمليات جوية وشيكة. تستخدم الطائرات الاعتراضية لتأمين المحاور الغير مغطاة بالدفاع الجوي. واللواء أشار إلى أن 24 طائرة ميك 23 وسخوي 27 كل ما تملكه القوات الجوية الإثيوبية، ولا تكفي لتنفيذ مظلة جوية واحدة لمدة 24 ساعة متصلة. مع إهمال عنصر التفوق الجوي الكمي والنوعي للقوات الجوية التي من الممكن أن تستهدف هدفا حيويا محميا، وأفاد بأنه من غير المنتظر على المنظور القريب أن تتسلح القوات الجوية الإثيوبية بطائرات من الجيل الرابع حتى وإن تعاقدت عليها الآن، مع اعتبار أن ثمنها متوفر مع حساب فترة التدريب للطيارين والأطقم الفنية والمعاونة. وختم قائلا: ذلك يعني أن تصريحات المسؤول الإثيوبي غير واقعية وغير وارد تحقيقها في المنظور القريب أو المتوسط. طبعا يعني اللواء ربنا بارك له بيهزأ إثيوبيا بس بطريقة محترمة جدا، بشكل يعني دبلوماسي بحت، كلام كده سياسي يعني عظيم ربنا بارك له. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر كما قال اللواء وكما قالت المصادر الرسمية وموقع جلوبال فاير باور، إن يعني إثيوبيا بتمتلك فقط 24 طائرة ميج 23 وسخوي 27، ده كل اللي بتملكه إثيوبيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا نخش على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر وعاجل تفاصيل اجتماع وزير الدفاع المصري مع وزير الدفاع القبرصي. وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي بحث مع قائد الحرس الوطني القبرصي التعاون المشترك وسبل تنسيق الجهود العسكرية بين مصر وقبرص. ده طبعا جه في زيارة رسمية يقوم بها قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق لمصر، وتستغرق عدة أيام. حسب البيان الصحفي عن وزارة الدفاع المصرية، تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين مصر وقبرص. الفريق زكي أكد اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات، ومنها طبعا الدفاعية والأمنية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية طبعا لقائد الحرس الوطني القبرصي، والمصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وعاجل: الرئيس السيسي يصدر توجيهات جديدة في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات جدية في مصر متعلقة بالعنصر البشري في السكة الحديد والموانئ. وخلال اجتماعه مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير، وجه الرئيس السيسي بالارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد وتدريب العاملين في السكة وانتقاء الكوادر من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد، مع تدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة. إما على صعيد تطوير منظومة الموانئ، وجه الرئيس السيسي بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء الميكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب، بحسب موقع اليوم السابع. مصدر معانا كان من اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لي يعني خبر حساس شويتين، ويعني في ناس بتأيد الكلام اللي هقوله وفي ناس بتعارض الكلام اللي أنا هقوله أو الخبر اللي أنا هقوله. وفي مشادات في مجلس النواب
وخناقة كده بسيطة حول اتهامات يعني تمويل دولة عربية شقيقة لسد النهضة. الجلسة العامة لمجلس النواب المصري شهدت مشادات كلامية بين النائبين مصطفى بكري وضياء الدين داود بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة. أنا ممكن يعني أقول لحضراتكم إيه هي الدولة العربية دي، ولكن يعني مش عاوز أزعل البعض مني، ولكن حسب المعلومات اللي عندي البسيطة أعتقد إن هم بيتكلموا عن دولة الإمارات إنها بتمول سد النهضة. ففي نائب بيأيد هذا الكلام وفي نائب يعني بيرفض هذا الكلام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة ووافق عليه البرلمان من حيث المبدأ. وبدأت المشادة عندما طالب النائب ضياء الدين داود بعدم طرح قناة السويس والسد العالي في أي عملية صكوك، قائلا إن هناك دولا عربية تضع أيديها في أيدينا وتمول سد النهضة. من جانبه رد النائب مصطفى بكري على حديث النائب داود وقال النائب ينتمي للقومية الناصرية التي نادت باحترام العروبة، ولكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة. أضاف من حقنا التأكيد أن الكثير من البلدان العربية تساند مصر، والدولة المشار إليها أرسلت مبعوثا منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريرا شاملا عن الموقف، وهي تقف معنا في ذات الخندق. وحاول داود الذي كان يجلس على مسافة بعيدة من نائب مصطفى بكري مقاطعته ولوح بعض النواب بالأيدي، ولكن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي تدخل لفض المشادات قائلا انتهى الأمر وحذفت الكلمات من المضبطة. طبعا يعني حذف اسم الدولة، ولكن يعني حبيت أوضح لحضراتكم إن في كلام كتير دلوقتي عن دولة الإمارات ودورها في تمويل سد النهضة، ولكن يعني في معلومات ما بتبقاش كاملة. يعني الشخص العادي اللي زي حضرتك وزي ما بيبقاش عنده المعلومات الكاملة، المعلومات الكاملة بتبقى عند القيادة السياسية وجهاز المخابرات العامة والجيش المصري. احنا كناس يعني عادية في حاجات كتير يعني مش لازم نعرفها او بيبقى في وقت مناسب ان احنا نعرفها. اعتقد ان دلوقتي مش الوقت المناسب خالص عشان نعرف يعني الحقيقة كاملة. هذه وجهة نظر البسيطة، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وبيان من الإعلامي الإخواني الإرهابي معتز مطر، ننشر لحضراتكم التفاصيل. الإعلامي الإخواني معتز مطر أعلن رحيله عن فضائية الشرق التي تبث من تركيا، فيما كشفت مصادر مطلعة أنه قد يغادر تركيا خلال شهر. مطر قال في فيديو بثه على صفحته على موقع التواصل فيسبوك انه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل. طبعا 7 سنوات تمويل قطري وتمويل تركي بلا فايدة، يعني هو ما عملش حاجة في الحياة غير انه كان يعني بيحاول انه يقوم الشعب المصري، وطبعا زمايله الاخوان كانوا بيحاولوا انهم يقوموا الشعب المصري عشان يهدوا بلدهم. ده اختصارا يعني للكلام. الإخواني يعني ما أعلنش جهته الإعلامية القادمة، لكن قناة العربية نقلت عن مصادر إن إدارة القناة رفضت استمرار برنامج المذيع بنفس سياسته القديمة التي تنتقد مصر، التزاما بتعليمات السلطات التركية بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ضد مصر. وكانت السلطات التركية قد طلبت تقييد قنوات فضائية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تبث من اسطنبول ومنع انتقادها لمصر على خلفية إعادة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا. المصدر معانا كان من صحيفة المصريون، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، حبيت أنقل لحضراتكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. وكان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير، ومعايا يعني فريق عمل جميل جدا، بنوب المسؤول عن المونتاج وكرولوس بيساعدني في تحضير الفيديوهات، تحية طيبة ليهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.